احنا كنا هنا بصوا احنا حرفيا نايمين ومخيمين سحاب. اتزلط سانسيت. ده حلم حياتي. تبدا مغامرتنا كالعاده من الاوتيل اللي خلاص بقينا بنعتبره زي البيت في الجزائر. اوب شباب فين؟ اتفقنا 7، انت جاي الساعه 9. اول حاجه هنعملها هنروح ناخد الفان اللي هنطلع بيها دي. تاني مره في حياتي اعمل سفريه بالفان. عم يلا هوب. لما نقرر نطلع ونستكشف البحر والغابات ونروح نركب المركب وننزل البحر، اول يوم اقرر اعمل كده يكون اليوم اللي فيه عواصف وفيه مطر وتقلب بيقول لك سواحل ممنوعه والرياح امطار رعديه على 4 ولايات تيزي وزبجايه جيجي وسكيكتا. احنا عايزين نروح 3 منهم. احنا رايحين دمر. ده حلم حياتي. واحد اهو وي شوفوا الشياكه. السنه اللي بجد حلم حياتي هو اللي هناك الصغير القديم خالص ده، بس للاسف متبهدل. تخيل الكرفان ده ب $50 في اليوم في السيزون، يعني احنا في الصيف. اي نعم الجو النهارده مش صيف بس احنا في السيزون بتاخده ب $50. انا فاكر في اوروبا اللي اخدته بس كان اكبر من ده، كان ب 75 يورو. الكلام ده قبل الغلو، كان من اربع سنين تقريبا قبل الكورونا، وكان في الشتاء. في الصيف السعر بيبقى دبل. في اوروبا اغلى بكتير. وهنا اكسبيرينس حلوه، في سرير فوق، عندنا سرير هنا وده بيقلب سرير، وممكن واحد ينام هنا. الثالث هتنام فين؟ هننام بالطونت. انا نو حنبت مع راح قاسم برا. هو قاسم برا. ايوه قاسم برا. انت قسمناها قاسم نو برا قسمناها. اللي عنده فلور اقدر يبدد الدخل. شوفوا دوك نقول لكم، بما انني انا سمين نبات الداخل. ليه؟ انك انت خفيف يطمع فيك الديابه. على كل حال، انا وسليمان نبات الداخل. والسلام عليكم. خلونا وانا طيب شوفوا الجزائريين بيعاملوا الضيوف ازاي. يلا بسم الله. متحمس قوي من قبل ما اجي الجزائر. مش بلاد عربيه كتير منتشر فيها فكره الكرفان، ولكن في الجزائر لانها دوله كبيره وفيها اوت دور اكتيفيتيز كتير، يعني صحراء وجبال وتلج وبحر، فبيطلعوا بالكرفان كتير. والمره دي اهو هو اللي اسمه لقب. هنجرب طبعا. ده هيكون احلى فيديو في الجزائر، فلايك وكومنت وشير وفرجوا الناس على جمال الجزائر. بسم الله. عندنا طريق قد ايه؟ اربع ساعات رايحين لمدينه اسمها بجايا. واللي ما يعرفش بجايا، فبجايا من احلى المدن اللي على شواطئ البحر المتوسط في افريقيا كلها مش بس في الجزائر. البحر بتاعها رهيب لان جبل وبحر. الساحل في الجزائر مختلف خالص عن الساحل في مصر. كرفان موديل 2001، فالسوق شويه صعبه. حتى شوفوا هنا مش مكتوب اي حاجه. انا عايز اسوق بس شويه، يعني اخد فكره من سليمان ونجرب قدام. والدركسيون تقيل ما فيهوش باور، بس في كرفانات يعني عندنا عفيفي مثلا في مصر لف في اوروبا كلها بكرفان بتاعه موديل الثمانينات. اهم حاجه الصيانه وتغير له الموتور ويعيش معاك، لان من جوه انت بتجدده. حاسس ايه وانت قاعد ورا؟ انا الملك دقيوس المقيوس. عندنا هنا كل حاجه، في ثلاجه حتى. نفطر لان ما فطرناش. عندك العيش ونتحرك على الطريق. العيش. لا دمع. السلام عليكم. انا اعطيني واحده محاشه. اوب. محشي هذا. اسمه ايه؟ هذا اسمه محاشه. زي فطيره. محاجب. نايس. كاش فيها صلصه من جوه. معموله بالصلصه او بالهريسه. شكشوكه. برضو يفضل الفطار المصري الاصيل حته ثانيه. تروح تفطر كده تلاقي فول وطعميه وفطير وبيض وبتنجان. هذا مش افطار، هذا اكل ما بين الاشواط. هذا بس انتوا بتفطروا كرواسون يعني. حتى هذا مش افطار. احنا الفطار المصري تحس نفسك وجبه غدا.
ده رايب شوية تمر. شوفوا بقى دي دي اسمها ريد ستار، الريد بول الجزائرية، ولكن دقتها قبل كده طعمها مسكر اكتر من ريد بول العادية، بس يعتبر نفس الطعم وانتاج محلي. دي اللي هتنفع معنا النهاردة. هذه وش يسموها عروة؟ بقلوز اللوز. بقلوز اللوز. بقلوز اللوز صح؟ بقلويز بقلويز. اصبر اصبر. بقلويز. شوفوا شبيبة شوفوا وش اسم بقلوز اللوز قال لكم. وهذا. خلاص ما اعرفش. هذه حلويات جزائريه 100% اصيله متاصيله. شوف والله علي اسمها ايه دي؟ بقلاوه عادي. بقلوز اللوز. بقلوز اللوز. الجزائريين بياكلوا كميه حلويات وبالذات في في الصبح، يعني بيفطروا بالجاتو وحلويات الفطار بتاعهم مع الحليب. الفطار حلويات باش تعطيك السكريات والانرجي وتروح في يومك عادي. تاكل عسل بالفطير. عسل بالفطير. خد البنزين، ولكن البنزين في الجزائر الحمد لله وما شاء الله، عشان ما حدش يقول لي انت بتحسد الجزائر، بنزين رخيص قوي طبعا مقارنه بالدخل الجزائري، فهو يعتبر من ارخص ممكن نقول 10 دول فيها بنزين في العالم. اللتر سعره 29 دينار. 29 30 30 يعني 30 سنتيم، ربع اقل من ربع دولار. ربع دولار 15 سنت بالظبط، يعني لتر البنزين ب 3 جنيه 50000. شوف شوف شوف، حطينا 18 لتر بكام؟ ب 2 دولار تقريبا. نعم 2 دولار ونص. كده تبدا رحلتنا رسميا لشرق الجزائر، لان طلعنا من ولايه الجزائر العاصمه، دلوقتي في ولايه ثانيه، وبعدين هنروح ولايه بطريق 3 ساعات او 4 ساعات. ثلاث ولايات عشان نوصل لبجاية. ثلاث ولايات هنطلع من الجزائر، نروح بمرداس، تيزي وزو، بجاية. بجاية. شتا المطر نزلت علينا، غيوم. اتمنى لما نوصل الجو يتحسن شويه او بكره الصبح عشان نلحق نشوف اي بحر، لان غير كده هنطلع في الجبال نعمل جوله شتويه مش صيفيه. يعني شوفوا الجمال والخضار، واو سبحان الله، خضار من كل مكان. سويسرا سويسرا افريقيا. في المطالع شوية البان ضعيفة يعني. هنا ما لا نهاية. طلعنا من الطريق السريع وخلاص دلوقتي ما بين القرى عشان نخش وسط الجبال نوصل البحر. قرية هندو. نحن في قرية هندو. بص الجبال، بص بص العالم. خلصنا طريق جبل ويعتبر على البحر، يعني البحر اهو، ولكن المطر شدت علينا شدة بحر اهو. كيف اول مره تسافر معايا؟ انا لسه ماشي مسافرين. مش هيكررها تاني. السفريه القادمه راح تكون نار، تابعونا. مش هيكررها تاني خلاص. كررها نكررها معاك. روحوا حتى الصيف هنا ثلاث شهور مستحيل تنزل المطر. شوفوا المنظر مرعب، عواصف يعني. انا ما بتفرج على الفيديوهات كل يوم، يلا نروح يلا نروح. تاخرنا يوم الثاني الثالث الرابع، ويوم ما قررنا نروح السندوتش الرسمي الجزائري هو الفريتوملات. فريتوملات بطاطس بالاومليت، بيحطوا عليها جبنه. ده السندوتش الرسمي اللي في اي حته، واسهل حاجه تاخده زي سندوتش الفول عندنا، شيل وامشي في الباجيت بتاعهم. اضرب اضرب. شوفوا صاروخ صاروخ فريتوملات. اوي مش عارف، احنا عمالين نعمل ستوبس كتير عشان نجيب الحاجات اللي هنستخدمها في التخييم، اللي هو اصلا الجو بتاعه كده، واللي هو اصلا مفيش بحر، بس احنا مبسوطين. نجيب الاكل ونشوف.
احمد نضربك باستا ايطاليانا واثق ولا مش واثق؟ واثق ولا مش واثق؟ خمس سنوات انا تزوج. انا ما ريسكيش طيب قهوه انا اجيب القهوه الاخرى جبنا بيض وجبنه وزبادي ونودلز ومكرونه وميه وبيبسيهات وشيبسيهات وبسكوت كل ده ب 10 يورو 400 جنيه كل حاجه بجد كل حاجه ومش بسوبر ماركت كبير ده سوبر ماركت واحد في القريه على البحر المفروض ان الحاجه هنا بتوصل غاليه ومع ذلك الحاجه رخيصه قوي كومبيرنج لاي بلد تانية اهو الكرفان اللي مش عارفين نفرح بيه في الجو الجميل بدات تفتح شويه يا رب يا رب خضره وكل الجمال اللي بنتفرج عليه للاسف كل سنه في اخر كام سنه بسبب التلوث بصوا الحرق حرق خضار اوه بسبب المناخ يعني التباس الحراري كذلك كل سنه تقريبا يعني بجايه ومدن كتير في تيجي المدن كتير في الشمال عامه الغابات بتولع اهو كل ده كان والع لوحده رباني الى البحر واحنا مش عارفين هنعمل ايه في الجو ده مطره بالزاف وصلنا We are arrived in our destination. وبعد 6 ساعات وعلى رغم العواصف ولكن لازم ننزل البحر ومع السانسيت الرهيب ده والبيتش الكبير الفاضي ما ينفعش نفوته حتى لو الجو برد شوية الجو مطرة ما يهمناش يلا اتزلط ساعة يعني الأرض والله ماية حلوة السانسيت يلا تستاهل تستاهل والله يعني تعبنا شوية بس تستاهل في الاخر البحر فاضي بتاعنا يعتبر برايفت مع الغروب بجد 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 ممكن يكون واحد من احلى كام غروب حضرتهم في حياتي لان الاجواء كلها على بعضها فيها راحه نفسيه غريبه لسه اهو ما بيخلصش حطينا الكراسي قاسم قاعد هنا وبنجهز الكرفان عشان العشاء مش عارفين هنتعشى ايه بس يعني هنحاول عندنا بوتاجاز صغير هنا وعندنا شويه كهرباء في هناك تحت كهرباء هنشوف سرير فوق فتحناه وسرير اللحظه اللي هنعرف فيها قاسم هيجوعنا ولا هيطبخ لنا هتطبخ ايه لا انا غير مسؤول على العرض اللي انا مسؤول انني نطبخ لكم مكرونه ايطاليانا ولكن لست مسؤول على جبت صلصه الاكل جبت صلصه على التيست العربي جراتسي ميلي لا هذه باستا وذ اتون جبت يا صلصه لا بدون صلصه الشيف قاسم خلص خلاص كل واحد دوي دوقتك وخلصنا بزيتنا لا نزيدكم احنا مادام هنا رانا هنا عندنا هنا الثقه والمردوديه ولا تحب تزيد اسمع تحب انت تزيد لها فرماجه زيد فرماجه زيد لها واش تحب بنين ما دير لناش المزاكتيل الفرنسي انت ماكش من الاخر يا قيسين ما فيش طعم يلا راحت في اي بي تسلم ايديكم يا شباب هوب الميزه في البان ده ان هو فيه الطاقه الشمسيه بس النهارده اليوم كله ما فيش شمس فكان بتشحن بس واحنا ماشيين فاول ما وصلنا كان فل كان هنا في اربع شرط بقوا شرطتين بتدي 12 فولت تفهم انت؟ انا ناكل في الاكل انت اقعد على اقعد على الفولت والاخر قاسم ممكن من لك الماكلة احكي لك السبب لان الاكل والله الاكل ما عجبتوش كاين اندومي تاع الهنودة كل الباستا مشكله كبيره انا ما عنديش اي لبس شتوي الجو برد سليمان جابنا من غير ما يقول لنا نجيب غطا
مين قاسم مين مشكلة؟ سليمان. قاسم جايب الهودي وسايبني انا الضيف من غير بردان. لا بس والله ياهو ومتدفي وهينام في اخر والله كان يمديهولك قاسم بعدك تتغطى كومبلي انا. فاحنا هننام من غير مخده ولا غطا وانا هنام فوق. يعني المفروض ابرد ولا ادفى؟ منيحه كذاب. الراجل الفدائي اللي هينام في الخيمه لانها بالعافيه هنبقى ثلاثه. هينام في الخيمه في البرد ما اعرفش ازاي بس ربنا معايا بقى. خلاص ما تخافش انا قاعد خايفين. بصوا احنا حرفيا نايمين ومخيمين سحاب كتير في كل مكان فوارد بكره نصحى على شروق شمس احلى من الغروب. خلاص هننام غالبا فروقنا شويه. قاسم عنده سرير هنا 5 ستار والله. وانا في السرير ده على العموم السرير ده يعني يمشي دبل يشيل اثنين بس هيدفوا بعض من الاخر. وفي البرد مطلوب. لا سليمان اهو وليد اهو. والله الشباب جدعين. قاسم هو اللي جاي يتدلع في اي بي. شوف واخد لازم على حساب وزنك الهوديز بتاعه. انا واخد ده لسه ده هيتفرد لحد هنا الصبح نقوم فاتحين دي كده نشوف شروق الشمس من هنا. ف الى اللقاء واشوفكم الصبح. عاصفة ضربة عاصفة. احنا كنا هننام وجت عاصفة. البحر اهو بيوصل لحد هنا لازم نغير المكان. كان نفسي اقول لكم ان هنعمل فيديو صايع بقى وشروق شمس وكل حاجه بس في عاصفه بس طبعا تعبانين موت مش قادرين. بصوا احلى حاجه في يوم زي ده ان هو الدنيا فاضيه قوي واحنا لوحدنا وبحر عالي قوي بس يعني حرفيا واخدين برايفت بيتش. البيتش كله بتاعنا نجيب حاجه نفطر بيها من عند الراجل ده. يعني الناس شغاله حتى مع الجو ده الموج ارتفاعه بيقول لك وصل 5 متر بس سما على الاقل المطر وقفت. قررنا ننزل البحر. خلاص قضينا ليله حلوه قوي وهنتحرك لسه هنرجع العاصمه. تاني يوم سريع بسطنا فيه على رغم الموج ولكن لازم اكررها تاني ولازم اي حد في الجزائر او جاي الجزائر ياخد بان ويجرب التجربه دي حتى لو ليله. ما يبعدش عن العاصمه ساعه ساعتين اطلع الجبل روح اي مكان ولكن تجربه رهيبه ومش سهله تعملها في اي دوله في العالم بيبقى ليها تنظيمات وحاجات كتير لكن هنا الموضوع سهل شويه. بسم الله مسيو سليمان. السلام عليكم. اونيفا هاك حبيبي. كل اللي عملناه ان احنا دفعنا تقريبا دولار على الدخلة على الباركينج بس دولار حتى واحنا خيمنا وبيتنا ليلة والراجل قال لك اللي عندك هاته وخلاص مش لازم يعني مش حاجة معينة. ناس جميلة وطيبة. هو دفعك كام؟ 5000 50 دينار مش دولار ربع دولار ربع بيتنا ليلة زاد تستاهل. احنا راجعين دلوقتي في الطريق والمنظر بسبب السحاب اللي راح الشمس اللي طلعت اختلف تماما خضار وزرق البحر كل حاجة اتغيرت. اتفرجوا على المنظر ده. اوب
الحمد لله كانت سفريه ممتعه جميله. هو يوم بس يوم تحس ان احنا عملنا فيه حاجات كتير قوي، حاجه مختلفه. المره الجايه ان شاء الله لما ارجع الجزائر، لان انا كده راجع الجزائر تاني، هنعمل سفريه كبيره انا وقاسم بالفان. بس خلصت الرحله وخلص الاكشن والتخييم. شوفوا الفيديو جاي، ما تنسوش تدونا كومنت ولايك وسبسكرايب عشان خلاص فاضل حاجه بسيطه على 500,000.